السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم جيت وجبت لكم البغرير، هانتوما كيف ما كتشوفوه رطب وزوين ومهوي. هانتوما كيف ما كتشوفوه راه اليد ديالي تتبان منه. مقادير جد اقتصادية وسهل في التحضير، تابعوا معايا الطريقة والمقادير. لهاد الوصفة كنحتاجو 250 غرام ديال السميدة رقيقة، يعني جوج كيسان ديال العنبة، كأس ديال الفورص أو الدقيق الأبيض، معلقة كبيرة ديال الخميرة الكيماوية، معلقة صغيرة ديال السكر، نصف ملعقة صغيرة ديال الملح، ساشي ديال الخميرة الكيماوية من فئة 7 غرام، والماء باش غادي نخلطو من 3 الكيسان ونص حتى لربعة ديال الماء يكون دافئ. كناخذ الإناء فاش غادي نخدم، تنوضع فيه الدقيق الأبيض، تنغربلو السميد، حتى هو كذلك هو مثال غادي نغربلو، غادي نضيف ليه الملح، غادي نضيف السكر غي شوية نصف ملعقة تقريبا، والخميرة غادي نديرها في شوية ديال الماء، وغادي نخليها تطلق على ما خلطت العناصر ونرجعو ليها. كنخلطوهم مزيان، كنبدا نضيف ليهم الماء الاول، بعد ما درنا 3 الكيسان غادي نخلطوهم ونشوفوا واش غادي مازال نحتاجو اولا لا. العجين ما يكونش لا خفيف ولا ثقيل، يكون بين وبين. من بعد ما خلطته غادي نضيف ليه الخميره اللي درنا في الماء، وغنضيف ليه الخماره الكيماويه اللي عندنا، غادي نخلطوهم وغادي نديروهم في الكاس ديال مولينيكس، وغادي نطحنوهم مزيان حتى يديروا لنا الفقاعات. هنا خديت الخلاط غنصب فيه الخليط، بان ليا ثقيل شويه غادي نضيف ليه شويه ديال الماء، غنشلل بها البول صافي، وغادي نمشي نطحنو، وغادي نوريكم من بعد كيفاش تكون لا تيكستور ديالته. كيف ما كتشوفوا راني دوزت البغرير في المولينيكس حتى كيعطي هاد الفقاعات، هانتوما صافي. غادي نغطي عليه واحد 5 دقائق اولا 10 دقائق وغادي نبدا نطيب فيه. وهذه النتيجه اللي كنحصلوا عليها من بعد، كيكون الخليط هكذا ما جاريش وما خاترش بزاف شويه، وغادي نبداو نطيبوه وتشوفوا معايا النتيجه النهائيه. كيف ما كتشوفوا هذا هو البغرير من بعد ما خمر، كنحركوه شويه كنهويوه نخرجوا منه الهواء ونبداو نطيبوا فيه. كيف ما كتشوفوا انا غادي نديرها قدامكم، كنحاولوا نديروا لها هكذا باش تجي رقيقه وما تجيش غليظه. شفتوا كيفاش كتقب غير بوحديته، غتجي زوين وناجح 100%. نتوما نقرب لكم شوفوا المقله تتبان منه من التحت، نتوما النتيجه زوينه. وفي ساعتين طيب راه ما تديش وقت كثير، في ساعه كتوجدوا واحد الكميه اللي راها كبيره، هانتوما ها هي طابت وكيجي خفيف خفيف بزاف. معكم وحده اخرى ها هي كيف ما كتشوفوا، شفتوها كيفاش كتبقى بسرعه. وغادي نبقاو على هذا الحال حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله.
هي قرابة طيب. الى لاحظتوا على المقله تتبان يعني متقوبه مزيان، كلها متقبه مزيان. هانتوما يعني شكرا لكم، غاتوب بلا ما نحتاج نشكر لكم، وناجح ب 100% واخا بالنسبه للمبتدئات. ها هي طابت كما كتشوفوا نتوما بحال الشهده نتوما، شوفوا المنظر راه ما محروقه ما والو. وكيف ما كتشوفوا هالبغينار ديالي من بعد ما طاب، هانتوما اليد ديالي تتبان من تحت منه خفيف ومورق. هانتوما هانتوما خفيف غزال، كنتمنى تجربوه كنذوقوه بعسيله هكا وزبيده. كاين اللي كيبغي يدير ليه زيت العود، كل واحد شنو تيبغي يدير ليه، وتنقدموه بالصحه.